ايش محمد؟ انا في الدوخة. دوخة؟ جيب له مويه يا ولد. دوايا في سكر نازل. سكر؟ سكر نازل. انا في الدوخ. ها؟ انا في الدوخ. في الدوخ. في السكر. سكر تحت. شكرا. شوية شوية انا اجلس. شوية بس اجلس بس. اجيب حلا. اجيب حلا كوكيز. انا. الحمد لله. كويس الحين؟ الحمد لله. شيل كمامة عادي عادي عادي. لا 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 ممكن في كورونا. بشرب. انا في كورونا. هذا انت في سكر انت؟ في قياس؟ في سكر. قياس؟ سكر تحت. انسدح 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 خلي دم يجي دم يجي راس ما يجي دم. خلي دم يجي راس. شرد دونا. خلي انسدح. شيل شيل بس الكمامة عشان يشرب بس عشان يشرب بس. لو سمحت خلي سكر. طيب شوف شوف. أنا في سواق ودي مستشفى. والله شكرا. ها؟ والله شكرا. أنا في دوام شوية باقي بعدين أنا أروح بيت. ودي مستشفى ما في مشكلة. والله شكرا. أنا وجود سواق برا يستشفى. الحمد لله الحين كويس. الحمد لله الحمد لله. أتصل إسعاف طيب؟ والله شكرا. والله شكرا. الرحمة ما تعرفش جنسية ولا لون ولا نوع. الرحمة لغة الإنسانية اللي المفروض كلنا نتكلمها. هي دي الإنسانية بجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا فيصل زهراني، برنامج الصدمة على MBC. يعطيكم العافية. كنتوا أول ناس تدخلتوا على طول، ليش؟ فجأة هو طاح فخفت والله، بس الله يسعد الولد اللي كان هناك. ماد الله يسعده، هو اللي دخل هو اللي ساعد. أنا ما قدرت. إنسانية ويبقى إنسان. ما فكرت انك تمشي؟ لا لا انا مستحيل مستحيل الله يعطيك العافيه. كيف نمشي؟ لا لا الموقف هذا انا لو انه صاير بي الناس يساعدوني يعني ما راح. مهما كان يعني عامل نظافه رجل اعمال وتبر احنا بشر وما لنا غير بعض. يعني الواحد مهما كان اخوك يعني مهما كان من اي جنسيه من اي ديانه فتشوفه بحاجه لك لابد انك توقف ومساعد. يعني هذا شيء واجب، احس واجب انساني قبل ما يكون يعني التزام ديني. ليش ما تركتوه عادي؟ يا اخي انسان عامل نظافه يتعب وينظف لازم نساعد. عامل نظافه هو من يعني جاء البيئه نظيفه يعني من حقنا نساعده. يعني كان لو حتى اللي يكون مختلف جنسيه هذا يكون انسان يعني غيرنا غيره مثلنا مثله. عافية يوم ولو زحمة عليكم بس أريد أحصل ابني مدى حصله. يمكن مسوي لي حظر فدوى الطول. بس أريد أحصل ابني مدى حصله فدوى الطول يمكن مسوي لي حظر. لا حبيبتي ما أقدر أدري. في ناس كتير ضغوط الحياة ومشاكلها أثرت على مشاعرها وحتى قدرتها إنها تساعد وبقينا بنجري مهمومين بأحوالنا بس أكيد في أمل. بركة تتصل لي على ابني. من رقمك لأنهم ما يرد علي. ليش ما يرد عليك؟ ما أعرف حاضرني يمكن. بدو طولك من عندكم. ناس كتير بدأت تتفاعل مع الأم بإنسانية جديدة. أنا واقف أم الحجية، الحجية خطية واقفة وتدق عليك تليفونك ما تحصل. أقول لك عيني هاي والدتك خطية تبكي عليك بالشارع وتريد تشوفها. أي والدتي وما أريدها. ابنك شي حضرج؟ أي. ما أريد أسمع صوتها ولا أريد أشوفها. قدمت تنكف يعني من أمك هتيك إياها؟ هاي تالي تربية. شغل الهالي بالشارع. يا قريب عليه. أجيبها وأجيك؟ لا تجي ولا توصل، ما أريد أشوفها. أنا زين أنا أجيك بسيارتي، أنا أجيك بسيارتي. ما أريد أحكي وياها، يلا لا تدوخني. ليش شايف؟ حرام عليك. زين أمك ليش عايفة؟ بس عايفة وين تروح أمك؟ خبلت مرتي وجهالي، خبصت لنا البيت خبص. أدري ما يخالف يا حبيبي، إيش ما تكون هي أم؟ زين بس تحكي وياك أنا شو تريد أعطيك؟ هي بس تحكي وياك. خذوها ودوها الدار العجزة، ما أريد هاني. هو ده الوقع. هذا سد ابو جهه. انت شنو محتاجه؟ قولي لي خليه. محتاجه ابني، اريد ابني. انا ابني. موقف شهم ومحترم جدا. قصرين بس انا اريد ابني، انا اريد ابني، والله اريد ابني يا رجال. كان سباق بجد. سباق خير ومحبه وانسانيه ورحمه. مفيش اجمل من كده. بصراحه بالاخير حضنتيها وما اعرف
يعني ذكرتك بموقف معين لو شنو هالحميميه اللي صارت عندك؟ لا بس انا تربيتي ما تسمح لي انه اخلي والدي بالشارع اكيد، حتى لو كانت انه يعني غير والدتي راح استقبلها ببيتي. والله الشعور يعني قاتل، اشوف مره كبيره بالعمر واقفه بالشارع تبكي تقول لك انا مريضه ابني. ما عند احد. ما عند احد. ما كان متحمل غلطت عنا. انا بالذات كل شيء لامي. يعني الام. كل انسان يحافظ على عائلته. يعني ذولا ما يتعوضون. عمك صار الأسبوعين يدور على شغل وما لاقوا، حتى رجلية تعبت وكل شغله، وإذا عندك شغله شغلنا بيها فأكون ممنون إليك. أعذرني والله حجي، زين ولا أتمنى ساعدك. وطينا أي أجور اللي تقتنع بها أنت على راسي، وإذا ما عجبك شغلي بطني عادي. حاج شو شغلك؟ يعني بطل عامل وشغلك؟ لا أنا ما أقبل. تبين بالحلال وتريد تأكل بالمو بالحلال. رحم الله والديك. بس مو عدي والله. أعتذر. يعني دزونا عليه قالوا. أعتذر والله. ناس كتير كانت منتبهة للموقف وبتحاول تفهم. كلنا منتظرين نشوف الناس هتتصرف إزاي. السلام عليكم شباب. غيرتكم بالحج محتاج شغل. إذا أقل واحد يقدر يشغله. نجاجر على من اختصاص كهرباء يعني تأسيسات كهربائية. أي شغلة يعني ولو أنتم تأكلون قلت لك يعني. لا أنا ما أتقبل الصدقة صدق. أنت مثل والدي وأنا أريد أغديك. لك عيني والله أسلام. ممنون. والله أنا الصدقة ما أقبلها. صدق أولاد أوكلهم ممنون أنا منك حبيبي والله. لا. صعب جدا لما يكون أصلك طيب تغيرك مظاهر العصر. شغل ما عارف يشتغل. تشتغل؟ إيه محتاج شغل. بس إذا تقدر توفر على شغل والله. لأن ما عدنا هنا والله. صراحة والله. ما محتاج. ما محتاج. اللي عنده شغل. اليوم أرد خليت عشان بس بالله العصر. والله ممنون. أنا كذب قبل ما أجي يعني. أوديكم مكافأة كل شيء. والله ممنون. بالله. بالله العظيم ممنون من عندك أنا. والله والديك. السلام عليكم. السلام عليكم. أكو محاد الأعظم هنا مرة سواق. والله يا ريت أكون ممنون لك أنا بالله. أنت من بغداد؟ أنا من بغداد من الحسينية. تجي كربلاء تشتغل؟ والله أكون. والله أنا أكون ممنون لك. عندك تليفون تعطيني رقمك؟ التليفون بعته بس السيم كارت عند بالبيت عند بالموبايل. أقدر أعطيك إياه تخابرنا على ذاك الموبايل. إذا ما صير زحمة عليك. رحم الله والديك. والديك. سجل يمك. مفيش تردد ولا تفكير ولا حسابات. قلوب من ذهب. ناس تديك أمل في بكرة وتنسيك هموم ووجع حاجات كتير. كتير ناس كان رد فعلها مصدر سعادة وأمل، وكنا محتاجين نفهم منهم أكتر ونتكلم معاهم. هذه يعني أتأكد أني عندي أولادي بس طالعين من عمال. السلام عليكم شباب. السلام ورحمة الله على أستاذ. بصراحة حسيتكم كلش تأثرتوا على الرجل، سمعت الحوار بينه وبين صاحب المطعم وهو رجل عاطل عن العمل ويريد يكد على عائلته، شنو حسسكم هذا الشيء ورجل بهذا العمل؟ مهما يكون هو انسان كبير وتعب يعني مثل ابونا حسينا. انا خلي نفسي مكان من هسه. نعم. من هسه خلي نفسي مكان صراحه يعني. انا سائل كل محتاج انه يصبر ويحاول ولا ينحرف، وان شاء الله ان شاء الله اذا اكو هدف براسي اوصل له والعمل موجود ان شاء الله.